بعد الإفراج عن الأعلاف، هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. طبعا زي ما عودناكم متابعين حركة أسعار الدواجن اليومية، وبعد الإفراج عن الأعلاف كيلو الدجاج أو الدواجن أصبح ب 77 جنيه للمستهلك. طيب تعالوا نشوف تفاصيل الموضوع، ولكن قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أعلنت وزارة الزراعة عن الإفراج عن أعلاف الدواجن بكميات كبيرة اليوم الاثنين، مما سيكون له تأثيرا بالغ حول انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق مرة أخرى، حيث انخفضت أسعارها خلال اليومين الماضيين، ولكن هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض مرة أخرى بالأسواق. وتدخلت الحكومة بقوة لحل أزمة نقص الأعلاف والتي نتجت إجراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثرت على صناعة الدواجن، ولكن سرعان ما وضعت الحكومة المصرية حلولا جذرية لحل الأزمة. طيب تعالوا نتعرف مع بعض سويا وسريعا على أسعار الدواجن ومنتجاتها اليوم. سعر الدواجن الأمهات نحو 64 جنيها للكيلو للمستهلك بعد ما وصلت 77 جنيها في الأسبوع الماضي. وحقق كيلو الفراخ الأبيض في المزرعة 67، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 72 جنيها بعد ما سجلت 95 جنيها في الأسبوع الماضي بتراجع يزيد عن 20 جنيها. وسجل البنيه اليوم بداية من 160 جنيها وحتى 175 جنيها بعد ما وصل إلى 210 جنيها في الأسبوع الماضي. وتراوح سعر كيلو الوراك من 80 وحتى 85 جنيها. أما عن سعر الأجنحة فهو 58 إلى 60 جنيها للكيلو. دي كانت أسعار الدواجن اليوم بعد الإفراج عن الأعلاف. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله.